مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. حبكم اجمل ترحيب على ارضيه هذا الميدان في انطلاقه الشواط هذا الصباح، وانطلاقه هنا شوطنا المنطلق هو الشوط العاشر في مجموع الاشواط، وشوطنا العاشر الخاص باللقايا البكاري. هنا المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع التحديات هنا ونبحر في المراكز الاولى هنا وصدارة هذا الشوط. والمقدمة تاتي ضجة، عبد الله بن النخيرة اللي يبهوني الظهري من يتابعها على المركز الاول. المركز الثاني امجاد المنطلقة لمحمد بن حمد بالسالومي الدرعي من تنطلق على المركز الثاني، بينما المركز ثالث مراكزنا تأتي هنا قطنة حمود بن هدوب بن سعيد العمري من تنطلق على المركز الثالث، وعلى المركز الرابع جبارة أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة لجتبي. والقدوم هنا من قبل خصام لسعيد بن محمد بن حليس العفاري تأتينا خامسا، وسادس مراكزنا المنطلقة طموح سعود بن شاكر بن زيد الشريف تأتينا هنا بهذه الانطلاقة سادسا. والمركز السابع، المركز السابع التماس طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري من يقدم لنا التماس هنا على المركز السابع. والمركز الثامن، المركز الثامن عناية هنا بانطلاقة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري من يقدمها بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل، بينما من الجانب الآخر هناك محبوبة سلطان بن عبد الله بن عيد بن هدوب اللي اكتبي من تنطلق بهذه الانطلاقة. والتحدي الجميل عاشر مراكزنا تأتينا هنا ثمينة خليل بن محمد بن عبيد بن قداس الرميثي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضراتكم وأسامي وسيل أيضا من المشاركين خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. أمجاد المنطلقة بصدارة وبالمقدمة بشعار علاج صاحبة الشوط الأول الرئيسي للمهجنات. يأتينا هنا أيضا بسلطان بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل، وهنا بانطلاقة أمجاد على المهنة. ولكن التغيير الذي طرى وجرى من قطنا أحمود بن هدوب هنا بن سعيد العمري، وتأتينا أمجاد حمد بن محمد بن حمد السلومي الدرعي من يتابعها في هذه اللحظات على المركز الثاني، بينما المركز الثالث جبارة بانطلاقة أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يتابع جبارة بهذا الشعار الذي عود المتحدي دائما وأبدا بإنجازات متميزة مع هذا الشعار. نتابع هنا القدوم من هوا نايف بن عايض بن مطار بن خطروش الكتبي من يقدم لنا، أو هنا خصام لسعيد بن محمد بن حليس العفاري القادمة بهذه اللحظات المتسللة. وصل بن طرشوم وصل هنا مع التماس القادمة بهذه الانطلاقة. طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري هنا راعي سلهودة أيضا الفحل المميز. هناك من الجانب الآخر التسلل والقدوم من قبل معركة راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري، هنا يأتي بمعركة بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. هناك تسلل آخر من قبل هنا القادمة جمرة عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي، وتأتينا هنا ثمينة خليل بن محمد بن عبيد بن قداس الرميثي القادمة هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والتحدي. هنا نتابع شعار بن قحيد القادم أيضا
في هذه اللحظات هنا على المركز التاسع والمنطلقة. هنا عناية محمد بن خليفة بن حيد المهيري وصل هناك بالحزم مع عون أحمد بن حزم بن قناص العامري على عشر المراكز. هذه هي العشرة وبدت الأسماء، بدت الأسماء في هذه اللحظات تقترب تقترب. ولكن الصدارة، الصدارة مع جمرة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. جمرة جمرة من انطلقت بصدارة هذا الشوط. هنا عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني هنا تهتينا قطنة حمود بن هدوب بن سعيد العمري يقدم لنا قطنة. هناك التباس طرشوم صالح بن طرشوم العمري ولد السهران يقدم لنا هنا معركة. راكان بن محمد بن سعيد العمري هنا القادمة وبالكدوس هناك الرميثي مع ثمينة خليل بن محمد بن عبيد القداس الرميثي. الله بدت هنا مع الكيل كيلومتر الأخير، كيلو التحديات، كيلو الإثارة. هنا في هذه اللحظات أرى العميمي قادم هنا أيضا مع الذيبة، الذيبة الذيبة لسيف بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي يقدم لنا هنا أيضا الذيبة وشعار الدكتور الأصايل قادم مع الشايبة. هنا سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. الله الله هنا بدأت التحديات ولكن الصدارة، الصدارة مع جمرة 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 على المقدمة على المركز الأول مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. جمرة على المقدمة والمركز الأول هنا لعبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك العميمي القادم مع ذيبة سيف بن محمد بن خليفة مضاحي العميمي هنا القادم في هذه اللحظات. آل سويحون قادمين. الله الله وهناك القرشي، القرشي مع هناك النفاثة الحسين بن علي بن محمد بن مهدي القرشي قدم لنا النفاثة والقادمة هنا القادمة 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 والوصول من عز مبارك بن سهيل بن خادم الخيالي أيضا بأول ندى شعار بن قحيد من الجانب الثاني. ولكن سلام سلام لسويحان، سلام سلام لسويحان، سلام على هذا الأداء المميز مع الذيبة السيف بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي على هذا الفوز والأداء الجميل هنا ولحظة وصول الذيبة إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت مشاهد الكرام من هاي محمد بن خليفة بن قحيد المهيري. المركز الثالث أتتنا الحز مبارك بن سهيل بن خادم الخيالي. والمركز الرابع هناك شعار بن رشيد من أتتنا بهذا الانطلاق والتحدي شعار حمد بن عبيد بن رشيد. والمركز الخامس الانطلاق والتحدي من دمعة محمد بن هلال بن علي الجحافي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام. نتابع مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا ابن الذيبة بالفوز وبالناموس. هنا قاطع المسافة في 7 دقائق 41 ثانية هنا أيضا وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هنا على هذا الفوز السيف بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي. ووصلت عناية بالمركز الثاني لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري. قاطعت المسافة هنا أيضا عناية بانطلاق وتحدي رائع وجميل. 7 دقائق 42 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكانت التحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا مع أيضا هناك العز المبارك بن سهيل بن خادم الخيالي وسجل التوقيت زمن مقداره 7 دقائق 43 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.